سخونة كبيرة وإثارة لا تتوقف وأهداف بلاس 90 كأس الرابطة حكاية حلوة جديدة في الكرة المصرية. في وسط أجواء باردة وصقيع وأمطار تشهد الكرة المصرية أجواء ساخنة للغاية في كأس الرابطة اللي باين عليها من أول نسخة ليها إنها بطولة مش هتكون سهلة ولا تقضية وقت حتى في غياب الأساسيين والدوليين عن أندية الدوري الـ 18. المباريات بتخلص بالثلاثة وبالأربعة وماتشات بيجي فيها ست جوال وفرق بترجع من هزيمة محتملة لمكسب مضمون وأهداف في الدقيقة 90. كل ده بيحصل والأهلي والزمالك بيلعبوا بالشباب والفرق التانية عندها غيابات كتير ما بين إصابات وكورونا وانضمام دوليين لمنتخبات بلادهم. أمال لو كان الكل كامل العدد كان حصل إيه؟ بطولة المفروض يكون الكل استفاد وبيستفيد منها ومحدش هيكون عنده حجة للتألق بعد عودة الدوري اللي نتمنى إن شاء الله يرجع سخن زي ما بدأ.